السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشروع اسمه فيس فيوجن، المشروع ده خطير، ويعني أتمنى إن يستخدم في الخير مش في الشر. هو إن أنت تقدر تبدل صورة شخص بشخص ما، وبدقة كبيرة جدا، وتكنولوجيا عالية جدا، وسهولة، يعني مش محتاج تاخد منك أي وقت ولا حاجة خالص. مجرد بتحدد الشخص اللي أنت عايزه والصورة الشخصية، هو يبدأ إن هو يبدلها لك، وبيديك عوامل كتيرة جدا تقدر تتحكم فيها. لكن الديفولت كافي، لكن ممكن يكون انت عندك حاجة ادفانسد شوية فتبدأ ان انت تشتغل عليه. طيب لو انت عايز تطبقه، هو كاتب لك الطريقة، لكن في طريقة سهلة جدا. ان انت في موقع اتكلمنا عنه اسمه بينوكيو، ده عبارة عن ايه؟ برنامج بسيط خالص. اول ما بتطبقه بيجيب لك كده قائمة بيقول لك انت عايز تشغل ايه، فأي حاجة انت عايزها بتبدأ ان انت تشغلها، ودي برامج كتيرة جدا موجودة جواه. تقدر مثلا تقول له انا عايز اسطب فيديو تو اوبن مثلا، فبيبدا يجيب لك اي حركه تعملها يديك الاشكال دي. في حاجات كتيره، مثلا سيبل ديفيجن يحول لك اي تكست هتكتبه، اي برومت لصور، وبيديك امكانيات اعلى بكتير من اللي موجود على الموقع. بيديك الامكانيات كلها، كل موقع بيختار جزء معين عشان ما يشتتكش. كل الحاجات دي تقدر ان انت تسطبها عندك من خلال بينوكيو، كنا عملنا عنه فيديو قبل كده، هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. برنامج سهل، مجرد بس تختار اسم الاداه تلاقيها اتسطبت معاك. ف ممكن تسطب بينوكيو، بعد كده تروح مسطب الفيس فيوجن، فيبقى عندك امكانيه تبديل الصور، بس تي ربنا وما تعملش صور او ما تعملش اي مشاكل. طيب طبعا الموقع ده لانه هو اوبن سورس، اول ما يوصل لمستوى كويس هتلاقي ناس كتيره بتدي الخدمه دي. هو انا عامل صفحه بتاعته على ديسكورد، بحيث ان انت تدي له الصورتين، ويبدا ان هو يجيب لك الصوره اللي انت عايزها، يبدل لك الوجه بوجه اخر.